الله عوينا وضرباتنا شبقر 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 طلع 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 شبكر 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 مقلب شنو تقلب؟ انا اللي ظلموني ما تخرجني على الشمس كمال فلوكيو عاجل اللي ما تقالش ليكم اجي تعرفوا وين وجع على بوسه وتعني قا وطيحة في البحر يا غنشطح عليك شوية بانوراما غتسطاي هاي طلقك هذا يشدك هذا انا انت في شعري لايكات يا 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 لايكات 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 المتابعين اشهارات نوتيفيكيشن قيلوني قيلوني تحية الحجة فاطمة خريشيف ديرك شطحه يا خويا ديرو لايك لا ديرك شطحه ديرها علاش قطعتي علاش سميت المغني سميت المغني محفوظ العفر العفر سي محفوظ تحياتي متابعينا دائما بالنشاط لان العبره في الخواتيم العبره في الخواتيم الخوت يا متابعينا الكرام اللي دخل يعطينا اللايك مرحبا لايك بالجميع لايك لايك مرحبا باسالي توريا قنيطريه في السعوديه عيشه فيروز الا درتي اسماء الا قلتي الاسماء راه ما غاديش تسالي اللي كيصوني في اللايف واش ما ابونيش مع السي كامل راه لايك اهلا ماري اهلا 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 ماري كمال انا مقصصه وكمال وكمال اهلا تحياتي لكم عطونا اللايكات كل شوف اللي دخل يدير لايك وبارطاجيو المباشر تحياتي لكم عطونا اللايكات اكيد الله يمهل ولا يهمل وسبحان الله كل ما بني على باطل فهو باطل الخوت اليوم قلت لكم البارح البارح قلت لكم غدا ساعه الحسم
كان هناك كيلو كيقول لك غتكون جلسة ما غتكونش. اليوم كانت الجلسة للأسف ما مشيتش وما حضرتش، ولكن كل شيء وصلني. لا ماشي فاس سلام سلام، كل شيء وصلني، كل شيء تري كما فيهم نفس ما عندهم عرض، كل شيء هذه في سبيل الفلوس. فالحمد لله، عاش القضاء ويحيى القضاء. وكذلك كما قلت لكم، كل ما بني على باطل فهو باطل. شنو وقع اليوم؟ حضور ماجدة، حضور فاطمة الزهرة، حضور كذلك الجارة، الجارة يا الخوت، الجارة هي حضرات الجوهيل، حضور لبنى تنهضر على الشهود، سميرة ما حضراتش. ولكن المفاجأة، المفاجأة هي الشهادة ديال سميرة. المفاجأة هي الشهادة ديال سميرة، أو لذلك الشيء اللي قالت عند قاضي التحقيق. وسبحان الله، وصلت بك الدرجة يا سميرة تشهدي الزور. زهير أبو تحية، صدمتينا فيك ابنتي. وصلت بك الدرجة أنك تقولي واحد الكذبة قدا قداش. عمرنا سمعنا أنه، رغم تنسمع عرفوا شنو قلتي عند قاضي التحقيق، ولكن عمرنا سمعنا أنه ماجدة مشات للبودربالة. لأن التصريح ديال السميرة شنو قالت عند قاضي التحقيق، وهذا الشيء سيد قاضي الجلسة واجه به ماجدة، أنه سميرة قالت أنه شافت زين المحارم، فهمتي؟ شافت زين المحارم، قال لك سيدي شافت المرأة الأولى في بودربالة، وكان بحضور ماجدة، وماجدة عمرها ما مشيت تما. أسمع، والمرة الثانية قال لك في عين السمن، وكذلك بحضور ماجدة. خرجت لينا البانوراما مسكينة غادي تسطى، قالت لك فين هي الشكايات ديال السمسارة، فين هي الشكايات ديال فلانة، فين هي الشكايات ديال فلانة. جاوبينا على زين المحارم، يلا نجي جاوبينا على الشهادة ديال سميرة. لأنه جميل. حتى لو حضرت سميرة كانت غادي تكون مواجهة مع ماجدة اللي نكرات كل شيء. ماجدة قالت أنه أنا ما شفتش. تصوروا أن الناموسة لما سئلت من قاضي ديال الجلسة، قلت لهم بنيت هاد بنيت شها بنيت الشكاية على الشهود، وانتم تعرفون الحقيقة، إذا انتم كذابين والناموسة ديالكم كذابة. سمعي يا بانوراما، انتم كذابين. حنا كنعرفوا سميرة ما كانتش كتهضر مع اختها حتى مؤخرا، وديك الساعة فاش كانت تصالحوا كانت دارت شكاية وتسالات، خرج عليك زريويلية وديال الناموسة، وخرجوا عليك هادو اللي كانوا كيقدموك. اليوم دقت ساعة الحقيقة. قنطرية تحياتي، لا ما كاينش مرافعة. عرفت تقول بات من خلال كلامها أن تحت الضغط، وي هي سميرة اعترفت اليوم ما كانتش مرافعة. الأسبوع المقبل غادي تكون مرافعات ديال المحامون، وكذلك من بعد المرافعات غادي تكون النطق بالحكم آخر الجلسة. وعطيونا اللايكات احباب لالو بوجمع فاتي. اخويا لالو بوجمع، لالو بوجمع الحقتي انتصر اخويا بوجمع. والله العظيم الانسان دائما في هاد الامور اللي ما شافهاش بعينه واللي ما عاشهاش يقول العلم لله. انت تدافعين على السمسارة يا بانوراما، ولا تنسي ان السمسارة اول من فرقع هاد الملف هذا، واللي قالت انه هي عايشة في هاد الشيء، علاش ما تحطتش هي كشاهدة؟ انت دابا كدافع البانوراما على السمساره، وكتقولي فين هي الشكايات، فين هاد السمساره ديالك اللي كتقولي ماشي سمساره وكذا، ياك هي زينب. وطلعت واش الان مداوه، انا ما عارفش. المهم اللي وصلني انه ما كانتش المرافعات، كان اليوم الشهود، كانت الجلسه ديال الشهود. علاش المحاميه غابت؟ انا ما عارفش اختي، نكذب عليك امل هلال، المحاميه غابت حتى في الجلسه ديال جمال. اخبار فراسكم كاينه في المحكمه الابتدائيه، لم في الجلسه ديال جمال قلت لكم لم يحضر احد. قلت لكم ان كنا احنا الطرف ديال جمال وصافي. امتى يوم الجلسه؟ الاسبوع المقبل، نهار الثلاثاء المقبل يا الخوت، وان شاء الله اذا سعفتنا الظروف غادي نكونوا حاضرين. فهمتي؟ انا غادي نقول لكم 90% ستكون البراءه، انتهى الامر،
تكون مرافعات ما تكونش مرافعات، لان القضيه بنيت على شهود زور. كيفاش انت يا ناموسه تقولي للناس انه انا بنيت القضيه ودرت شكايه على قبل الشهود؟ كيفاش؟ واش انت اللي تلقاك في السويقه يقول لك شي كلمه غادي تمشي تحطيه؟ قال لك بانوراما كتقولي للناس انه كمال اشهد لي زور دون علم مجده داو شي وحده وقعت وقيله في بلاصه مجده. انا ماشي الخبارات. لا لو بوجمع خويا شكرا ليك، الله يحفظك على لو بوجمع، ولك الف تقدير واحترام. شكرا للبوجمع على الدعم ديالك، انسان في المستوى محترم، الحمد لله كنشكر الله ان كنعرفكم كاملين نتوما. خوت هذه رساله لكم، في اي ملف قولوا الله اعلم، لان في بعض الاحيان تيكون واحد اللغط في اليوتيوب، تتكون تهويل القضيه في اليوتيوب، وهانتوما شفتوا المحكمه ماشي هي اليوتيوب. شكرا يا خويا لالو بوجمعه، تحياتي لك، شكرا للدعم ديالك على القناه، وحنا نفتخر بكم. انتوما كذابه، تصور يقول لكم رئيس القاعه او رئيس الجلسه انه حنا في عين السمن تنعرفوا كاينين غير جوج بيوت، وبديتي كتلعتمي يا ناموسة. علاش ما قلتيش هذيك القضيه اللي كنتي كتقولي في اليوتيوب هو وانا شفت شي حوايج وانا درت، علاش ما قلتيهاش؟ علاش لحتي كل شيء على الشهود اختك سميره وماجده؟ قال لك ان قاضي التحقيق اقتنع الخوت. شوف راه في الاستئناف تيكونوا ثلاثه القضاه، وتتكون المداولة والمشاورة والتأمل بزاف ديال الحوايج. الفيديو شافوه كاملين شافوه، لكن ما كاين في الفيديو داكشي اللي شافوه الناس العاديين، شافوه الناس ديال المحكمة، أن داكشي اللي كاين في الفيديو تحت التهديد. أنا أتحداك بانوراما، حطي الفيديو صوت وصورة. أوسالة دابا شوف الأسبوع المقبل غادي يكون الحكم، بغينا تحطي للناس الفيديو صوت وصورة باش يسمعوا الصوت والصورة. الصورة باينة مجدة كانت مخلوعة وخايفة، وداك الشيء اللي قال زهير فيس بريس كله صحيح، لأن أنت مشيتي هاجمتي زهير فيس بريس، قلتي ليه قلتي لينا حقة ما حقة غادي دير شكاية. مجدة ما باغاش دير شكاية، مجدة ما غاديرش شكاية، ما تيش تناقشي ليا حقة رئيس القاضي المحكمة رئيس الجلسة القاضي ديال الجلسة قال لها ديري شكاية بالتهديد. لا، حنا بغينا نعرفوا زين المحارم صافي، انا لا يهموني، حنا ما شوف ما كنصفيوش حسابات، بغينا نعرفوا زين المحارم. ما كايناش انتهى الامر، تفرشتو انتهى الامر. هذا هو اللي بغيت انا نعرف، لانه منين نتوما كتعطيو واحد المصداقيه لواحد السيده سميتها زينب سمساره او لا ماشي سمساره، وكتطلع وكتقول لك انه زين المحارم عشناها وشفناها وانا عايشه في الاحداث، واليوم الأقوال اللي قالت الناموسة كلها الأقوال اللي قالت، سمحوا لي راه كان واقفين لي قالت خاميرة برافو خويا شهادات ديالها. شوف فعلا قاضي القاضي ديال الجلسة رئيس الجلسة واجهها اللي ما شفتوش يسمح لي، واجهها ماجدة بالشهادة ديال سميرة عند قاضي التحقيق، أو لا بالتصريح ديال سميرة عند قاضي التحقيق. ابتسام قصر الكبير تحياتي أختي، واجهها وقال لها أن سميرة كتقول أنه شافتهم في بودربالة أنه بوكريشة طالع فوق بنته، وأنه بحضور كنت يا ماجدة. ماجدة قالت لها أنا ما عمري ما مشيت، وأنتم تعرفون أن ماجدة الخوت دريس باري خويا تحياتي، تتعرفوا أن ماجدة عمرها مشات لبودربالة. إذا أنت يا سميرة كذبتي وشهدتي الزور، هذا الشيء الخارجة ديالك راه صافي باينة أنك كنتي فعلا مضغوطة من هاد ماراطونجي. تحياتي أختي، مرحبا بماراطونجي، تحياتي لك. ماجدة نكرات، كيفاش بغيتو واحد السيدة أنها تشهد شهادة الزور والرئيس ديال الجلسة قال لي لا شهدتي شهادة الزور راه تمشي للحبس، راه غتابعي. ملاك تحياتي، مرحبا بكم كاملين. اليوم المتابع اللي ضدنا واللي تيقول لك كاينه هو واللي كيدير التقليد، انتم ضحيه قنوات، ضحيه ناموسه اللي بغات الفلوس باش تدخل الفلوس. انتم الضحيه ماشي انا، انا راه عندي قناه كندير لايف كتدخل لي واحد 5 اورو، الله يحفظك يا ماراطونجي، تدخل لي واحد 5 اورو كنربح
نتوما اللي ضيعتوا وقتكم والطام سوسو لندن مرحبا الطامة الكبرى انكم ديتوا ذنوب ما ربحتوا والو. علاش خشيت يا سميره ماجده وانت يا بانوراما كنتي عارفه هاد الشيء هذا ما قلتيش للمتابعين؟ انت محزقيه وكذابه. علاش ما قلتيش للمتابعين انه داك الشيء اللي قالت سميره عند قاضي التحقيق منين عندك المصداقيه؟ حيت ماشي في صالحك، حيت هنا كنت غادي تكون لخبطه وشخبطه والناس ديالكم غادي يسولوك. سميره طبقت الاوامر فعلا من بعد ما حصلت، عاد عرفت راسها حصلت عاد بغات تراجع. سميره ما حضراتش لانه عدم الحضور غادي يكلفها واحد غرامه ماليه، ماشي بحال حضرات وقلبت سميتو هذه راه شهاده زوره تمشي فيها للحبس. علاش بانوراما ما قلتيش للناس؟ وانتي شوف انتي الخبره جبتيها، الخبره وصلتك، اذا كنتي عارفه التصريح ديال سميره وما قلتيهش، وعارفه ان سميره جابده الشاهده ماجده، عارفه ان سميره جابده الشاهده ماجده في قضيه التحقيق وقايله ان كتاكد على ان الشاهده ماجده كانت وما قلتيش هذا الشيء. عرفتي علاش؟ حيت الناس غادي يقول لكم هذه ما شهاده ما حاجه، من الطياره غادي يقول لكم نتوما عندكم يد في هذه الشهاده ديال سميره، نتوما ضغطوا عليها وهي اللي خلاتها تخرج بهذه الطريقه هذه. الفيديو اللي كتقولي للناس انه اقتنع به قاضي التحقيق، الفيديو باين غير الصوره اللي حطيتي في قناتك باينه انه كاين ضغط على ماجده، وهذا الشيء لان ملي كنوصلوا للقضاء ما كيبقاش داك الشيء ديال بيزنس في اليوتيوب. راه تما تولي تقول الحقيقه بلا لا يكزيه لك، راه الجاره الخوت راه سخفات، مازال تما بداوش سخفات الجاره، والجاره اللي حطيتي الناموسه واللي حطيتو شهدت وانكرت انه ما عمرها شفت شي حاجه. عمركم شفتوا الخوت ان الناموسه والدفاع ديالها يعني هذيك كدير خدمتها وكذلك الجهه اللي كدافع عليها حاطين شهود وبغاو ان الشهود يشهدوا لي صحه داك الشيء؟ علاش حطيتوهم؟ لانكم بنيتوا داك الشيء على الباطل. انا قلت لكم النهار الاول تسد عليكم الملف تسد جوج مرات، فكان ليس امامكم الا حل واحد هو انه تحطوا شهود من اجل انه يتحل الملف. ام ريحان مرحبا من جديد، يتحل الملف من جديد. هذا الشيء علاش حطيتوا الشهود؟ انت يا سميره اليوم مطالبه تخرجي توضحي للناس نيشان شنو كاين في اليوتيوب. كمال عقلتي فاش هضرات سميره على الطوفان ثم عبرت على ندمها على الشهاده لانها قالت غيبقوا فيا ولادي. فاطمه الزهراء اللي كنتو كتوهموا الناس علاش مركزه على خميره وماجده؟ ياك الجاره قالوا لها شفت، الجاره نكرت وقالت ما شفت والو، ماجده قالت ما كاين حتى شي حاجه من داك الشيء وقالت ان كنت اتعرض للتهديدات. قال لك لا، علاش ماجده ما ديرش الشكايه؟ وماجده راه اي واحد ما غيبغيش يبقى غادي طالع هابط المحاكم، الا نتوما اللي كتدخلوا الفلوس وكتخرجوا على الناس. خرجتوا على الناموسة، علم الله فين كاينه دابا. الناموسة براسها يا عباد الله تضاربت في الاقوال. ماراطونجي شكرا لله، الله يخطيك، الله يحفظك، والله ينصرك كذلك ماراطونجي. شكرا، بغيت نعطيك القلب ما كاينش قلب. شكرا، ثانك يو سو ماتش ماراطونجي، شكرا على السوبر شات، الله يخطيك والله ينصرك حتى انت يا اختي. ف الناموسه الخوت سئلت اسئله من قاضي من قاضي الجلسه، علاش على اي اساس بنيتي هذه الشكايه؟ قالت لهم على الشهاده ديال ماجده والشهاده ديال اختي سميره، وقال لك ومن بعد غادي تقول كذلك ان سميره ما قالتش ليها. لمن قالت؟ قالت للبانوراما، وبانوراما طراش غير تحكم واخا ما تحضرش، واخا ما تحضرش ميستر شي حاجه، وبانوراما قالت لك انتيا واستعملتوا هذا الشيء ودرتوا الشكلي في العكلي، ولكن سحال ما طال الليل غيطلع النهار. لا يهمني من هذا الشيء كامل انا. شكرا ماراطونجي لدعمك للقناه، الله يخطيك، شكرا لالو بوجمعه، شكرا للمتابعين اللي معانا. فهمتي؟ خرجتي البانوراما كتدخلي وتخرجي في الهضره، وشنو درتي؟ ركزتي على علاش ما ديروش الشكايات؟ لا لا لا،
احنا ما بغيناش الشكايات، قولي لينا فينا هي زين المحارم هو هو. ضل كبيره تحياتي، فينا هي زين المحارم هو هو، فينا هي الشاهده ماجده شافت ودارت وفعلت، فينا هي الفيديو اقتنع به قد التحقيق. لا، الفيديو بان. تصوروا ان رئيس الجلسه راه بشر العباد الله، واش تصحابي راسك بانوراما تخاطي بينا وحده في السويد؟ راه ملي كتدخل المحكمه، وقلتها لكم مرارا وتكرارا، قلت لكم ملي كتدخل القاعه كتولي شيء اخر، الحقيقه ولا غير الحقيقه، وكل واحد كيخاف على راسه. اذا الانسان تيقول الحقيقه كما هي، واخا يكون كذاب في المواقع. ان شاء الله حياه، قلتها لك ولا مرضنا هاد الملف، حنا الحمد لله غادي نساليو منه. البارح جالسه كتكركري كتقولي غدا غادي يكون التاجيل، وفرحانين الطرف الاخر. واش كملت الفرحه؟ لان الحق يعلى ولا يعلى عليه. خرجتوا على الناموسه من بعد ما شجعتوها، لانكم بغيتوا تخدموا بالملف، استعملتوا جميع الطرق. انت براسك صيفطتي 4000 درهم للشهيده ماجده، انت براسك بانوراما صيفطتي 4000 درهم للشهيده ماجده. فاطمة الزهراء الخوت كنتو كتقولوا انها غتمشي للمركز انها غادي حقا السريعه واختها وميوس في الفاسيه، يعني شنيتيكا كتقولوا ليها ديري ليها، داروا ليها غسل الدماغ. فاطمة الزهراء كذلك حضرت وشهدت لصالح بوكريشة، قالت لهم عمري ما شفت شي حاجه. قال لها القاضي واش عمرك شفتي شي حاجه بنتي؟ قالت لهم عمري ما شفت شي حاجه قدامي، وعمري ما دازت شي حاجه. التعامل ديال بابا كي معايا انا كي مع اختي. وفين وفينا غادي تخوي المزيوده ولبنى السارعه خايفه، مع العلم ان لبنى ماشي طرف، ويسرى خايفه والجده خايفه، وانهم دابا حيدوا لهم هذيك البزوله، وانه انه الحق يا بانوراما، انه الحق. ملي كتفرج في افلام كيبقى البطل في الفيلم فيه جوج سوايع، كتجي في الاخير 5 دقائق كيطلع النهار، كتجي الحقيقه في الدقيقه. الجاره انكرت الخوت، قالت ما عمري شفت شي حاجه، ما يمكنش يقولوا شي حاجه شفتو هما غيمشيو للحبس. ماجده قالت لان سميره قالت عند قاضي التحقيق انه المره الاولى شافتهم في بودرباله، وكانت ماجده حاضره، علاش ما قلتيش هذا الشيء للبانوراما وانت عارفه هذا الشيء؟ وطالع على شنو قالت الشهاده ديال سميره، طالع عليها. علاش ما واجهتيش المتابعين ديالك اللي خرجتي عليهم واللي داو الذنوب باش يرضيوك؟ تصورت تقولوا هو وكاين نتوما احسن من القضاء. اذا الا كنتو نتوما احسن من القضاء، علاش كتمشيو ديروا شكايات وتمشيو للقضاء؟ لان الحقد والغيره اللي في قلبكم والتصفيه الحسابات اللي في قلبكم واللي هزينها هي كتخليكم بدون شعور انكم تحرضوا الناس باش تصفيوا حسابات وتخرجوا خاوي وفار. لا ما حضرتش يا سربي. قال لك المره الثانيه سميره كتقول هذا الشيء عن قضيه التحقيق، المره الثانيه قال لك سيدي في عين السمن، تصور قال لك سيدي في عين السمن وبحضور مجده كذلك، تصورت وقالت لك سيدي هذا السؤال تسول حتى للناموسة، قال لها كيفاش انه واش ما كاينش هي ما نعساش مع راجلها، واش ما دارتش واش مش كذا؟ قالت لها لا راه كاينين ثلاثه د البيوت. تصوروا رئيس الجلسه قال لهم راه حنا تنعرفوا الضيوف عين السمن فيهم غير جوج بيوت، يعني غير صغار. وفينا هو حميد مدريد، تحياتي خويا مرحبا بك. وفينا هي هو والقطيع، فينا هي هو راه شي حاجه فوق القضاء ما كايناش. البلافو اللي في الدنيا هو القضاء، والقضاء راه ما كيظلم حتى شي واحد. القضاء منين عطى الاعدام للولد الفشوش راه واخا عنده الفلوس عنده كذا لاباس عليه، والديه لاباس راه لا يرحم. لبنى كذلك تم سؤالها، هذا تعليقي شهود نكرو، شراتهم لبنى كما قالوا، كما العافاك قرا هذا التعليق شهود نكرو، شراتهم لبنى كما قالوا، وراه الناموسه نكرت شكون شراها.
وياك هي قالت شفت وانها تتفيق وتتلقى البنت حدا باها، هذا الشيء ما قالتوش اخوت لما سئلت ما قالتوش، قالت انها بنات الشكايه ديالها والشكوك ديالها والشكايه ديالها على اساس انه الشهاده ديال سميره والشهاده ديال مجدة بلا سروال. علاش دابا قالت غير الشهود اللي قالوا لي؟ هذا مكان، هذا مكان، قالت غير الشهود اللي قالوا لي، هذا الشيء اللي كاين. علاش ما قلتيش كما قالت السمساره في احد المداخلات انه انا عايشه مع 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 الناموسه وانا دايره وانا شفت وحنا نعيش هاد الاحداث؟ علاش علاش ربي عماك الناموسه، الحقد عماك، خرجتي على راسك بيدك، وفين هي؟ هو هو كان السؤال كذلك، قال لي علاش ملي جات عندك 13 عام وقالت لك علاش ما مشيتيش ديتي بنتك؟ قالت لها، قالت هي انه جات عندي وقالت لي ما تقوليهاش لبابا، وواحد شويه قالت لي لا راه ما كاين والو. دابا نتوما الا جات عندكم بنتكم لا راه قريتي داك التعليق اختي خديجه انفيغمي. ما تجاوبيش ليا، لا لا ما كنجاوب، كنشوفها كيما كانت تنجاوب اللي بغيت. قلت لها حقه ما حقه، وانتم بنتكم الخوت وقع عليها شي مشكل غادي تجي تقول لك ما غتهزهاش ودي، ودي بنتك تتجري غا ولدك الا طاح ولا خارج عليه شي حاجه ولا ما غاتجيش ديه، فما بالك البكره ديال بنتك. وي بجوجهما صوفيا، هذا الشيء اللي وصلني انا، انا راه ما نزيد ما نقص. انت يا بانوراما خرجتي اليوم ما مركزاش، قال لك لا راه قلنا لكم انه، ومنين قلتوا للناس انه اخت بكري شو افتخر مرحبا بك؟ واش اخت بكري شهاده ولا كونت؟ اخت بكري شو افتخر مرحبا بك، قلنا لكم انه ما غيكونش زين المحارم. ايوا مالكم منين قلتوا لنا ما غيكونش زين المحارم؟ علاش النهار الاول تتقولوا للمتابعين والراي العام كاين مرحبا باخت بكري شو افتخر؟ احنا ما عندناش مشكل. عطيني نهار البراءة غادي نكون حاضر، نطق بالحكم الأسبوع القادم غنكون حاضر الخوت، كونوا متأكدين 100%. ضحكتوا على الناس، بغيتوا تصيفطوا السيد ب 30 عام ديال الحبس. ممكن نختلف مع بكري شاف بزاف الأمور، ولكن باش نصيفط إنسان للحبس ب 30 عام ولا 15 عام؟ لا. راه تتروضوا الرأي العام في جميع الملفات. ولا دليل. عمركم شفتوا شي واحد تيقول لك زين المحارم ما كايناش حيت الادله ما كافياش؟ ورا اي موضوع باش يثبت على شي واحد راه خص الادله. واش تصحاب ماجدة صورتوها بدون علمها؟ الناموسه يا بانوراما قالت لك انه ماجدة صورناها بدون علمها، وانه انا ما حطيتش الفيديو حيت ممنوع اخلاقيا، وانت ما حطيتيش الفيديو صيفطيه لبانوراما. تفرشتوا القنوات، انت يا ناموسه تبعتي ناس مسترزقين تصفوا الحسابات واستعملوك كقنطره، تفرشتي انت، تفرشتي ما بقى عندك وجه لا فاس لا في العالم لا في اليوتيوب. كيفاش دابا الناس غيتابعوك؟ شتي المتابعين اللي كانوا معاك من خلال هذا الشيء اللي قلتي اليوم ما غيبقاوش يتابعوك. ولكن اللي صدمني هو انت يا سميره الكذابه، دابا انت شهدتي شهاده زور، انت كنتي تخرجي تبعدي على هذا المشكل. انت شنو درتي؟ جيتي مشيتي عند قاضي التحقيق واخا يكونوا قاعد ضغطوا عليك، انت ما صالحاش، ما كتخافي لا الله لا عبده. كيفاش تقولي انه جاء عندنا وواحد الفرشه اخرى، واحد الفرشه اخرى سميره قالت عند قاضي التحقيق انه جا هو والناموسه وبناته، يعني كانوا مازال مزوجين. الناموسه قبيله في قاضي عند في الجلسه فاش كانت تسول، قالت انه ديك الساعه فاش كانت في عين السمن فاش شافوهم وكانت حاضره قال لك ماجدة، قالت لهم كنا مطلقين. تداروا في الاقوال الخوت باش تعرفوا شهاده الزوره بانوراما اللي جبتي باش تصفي حساباتك، تتصفيو حساباتكم مع الناس. شنو دابا غدوروا عند جمال؟ كنقول لكم لكم بالمرصاد، وقريبا غادي تحدد الجلسه، غنعرفوا الجلسه ديال جمال، غير دوز الجلسه الاولى ديال جمال في القضيه ديال سمعوا الخوت مزيان، غادي نحطوا لكم شي حوايج غيضركم ريوسكم.
اعترافات رسمية، اعترافات رسمية ونعرفوا شكون اللي خرج بانوراما، ونعرفوا بزاف ديال الامور، وغادي نعرفوا علاش ما بقاش كيجيوك الفيديوهات القانونية تحطيهم في قناتك باش تطلعي المشاهدة، وقصة الودن منين جات. كتعرفي بزاف الناس غيعرفوا بزاف. تصوروا صافي وصلت ساعة الحقيقة، السيد بغيتو تصيفطوه ب30 عام الحبس، شي بوكريشي واخا نكون انا مختلف معاه بزاف د الامور، ما نبغيش ليه الحبس. نتوما المتابعين ديالنا مسدتوا اتم كبير حشومة عليكم، ديتو الذنوب ما ربحتو والو. اليوم كنشوف الناس امام المحكمه في لايفات تيقول لك ما كاينش زين المحارم، وهما معاك الناموسة، كانوا معاك البارح، هما اليوم في ارض الواقع، حضروا في المحكمه وشافوا كيفاش كتهضري في اليوتيوب وكيفاش كتهضري في داخل القاعه، تضارب في الاقوال، كيفاش كتقولي انه سميره قيله عند قاضي التحقيق، لان هذا الشيء راه تواجهت به ماجده، لان ماجده ذكرها سميره، قال كاينه ماجده نكرات، قالت لهم عمري حضرت انا، عمري مشيت لبودرباله، اذا غير هذه راه كذبه. وانت يا بانوراما كنتي عارفه هذا الشيء وما قلتيش للمتابع، وانا قلتها لك شحال من مره، قلت لك ما تقديش تقولي شي حاجه اللي هي ضدك. انا كنت معاك في الملف ديال سميره، سولتك واحد المره على الاوديو اللي كتهضر فيه سميره على عمتها نعيمه وباغا تشري ليه السلك مع يونس، قلتي لي ما تركزش على ذاك الموضوع، قلت لك لا خصني نعرف شنو هو هذا الاوديو حيت انا ما عارفش الاوديو. لا ما تركزش على ذاك الاوديو كمال، ما تركش عليك اوديو، خصني نمشيو لنقطه اخرى. انا ما عنديش مع ديك التفليات، هادشي علاش بعدت منكم، كنتو باغيين تخرجوا عليا. انا ما باغي لا 100 كا لا 200 كا لا 700 كا، انا راه كاين واحد الحاجه بيني وبين الله، راه غدا غادي نتدفن، انا راه كندفن الناس، انا راه دفنت الناس من عائلتي مؤخرا، دفنت الناس عباد الله منهم الكفن، وانا كنشوف فيهم تيتخشوا في ديك الحفره، وكنتخيل ما بيني وبين راسي انني حتى انا ممكن في اي نهار غنتخشى في ديك الحفره، غنولي فاس فاس مع الله عز وجل. تجي انت تقولي لي لا ما تركزش على هذيك، حيت انت دابا كتبان لك الموت بعيده، وتيبان لك راسك نقزتي الواد. انا عارف سميره كانت تهديد، كانت تحت التهديد، ولكن هذا لا يعني انه خصها تشهد ديك الشهاده. ام بي كيدا هنا العظيم، ام بي اختي العزيزه مرحبا بك، ما عرفتك واش انت ام بي ولا لا، وباقي عندك الوجه كتخرجي وكتهضري وكتقولي، باقي عندك الوجه كتخرجي وكتهضري وكتقولي فينا هي الشكايات على السمساره، شنو بغينا حنا السمساره، بركه غير تفرشات في اليوتيوب، بركه فرشوها كاع القنوات بركه، شكون قال لك حنا غنديروا بها شكايه ونصدعوا راسنا مع وحده موسخه. ناموس البوكوسه تحياتي، الوسخ خليناه لكم نتوما، الشكايات خليناه لكم نتوما، الشكايات الكيديه خليناهم لكم نتوما اللي كتخدموا بهم في اليوتيوب. اليوم حقيقتكم بانت، تفرشتوا. اليوم انا فرحان انني كنشوف ناس في التعاليق كيقولوا لكم الناموسه ضحكت علينا. اليوم كانوا متابعات اللي كيكونوا معكم في اللايفات حاضرين في وسط الجلسة، وشافوا كل شيء بعينيهم وسمعوا كل شيء، وعرفوا أن داك الشيء اللي كيتقال في اليوتيوب من طرفكم ومن طرف الناموسة ماشي هو اللي كاين في الواقع وفي المحاكم. مغربي وأفتخر مرحبا بك، خصك تخرجي تهضري على علاش الناموسة حطت الشهود، وعلاش كنت تقول هو علاش كنت تقول هو والمتابعين روتوهم ولا يقولوا هو انا اللي بقى فيا هو هذوك الناس اللي في اوروبا عطاهم الله وربهم اعطاهم الله وعوضهم الله وربي سهل عليهم، ورغم ذلك ما حمدوش الله وما قدوش يقولوا الله اعلم، ومشاو تيتهموا السيد ديتو دنو. الا ما سمحش لكم بوكريشا ولا ما سمحش لكم حتى جمال شانيل، ما عندكمش فينا ترقدوا، ما عندكمش. بودرباله دار يونس مربوح، انا عارف ما عندكمش فينا ترقدوا بانوراما،
تتخرجوا تضحكوا بوجهكم حمر، ما ربحتوا حتى شي ملف، حيت عمرك شي ملف دخلتوا لي تدخلوا غير تصفيات الحسابات، ما كتمشيوش مع هاي بسمه هاي ابتسام عفوا منافق الجود خويا مرحبا بك، هاي ابتسام الخوت ابتسام القصر الكبير ابتسام، خرجت قالت لك ان زريويلي داني استغلني وتعترف لكم. خديجه العماري مرحبا بك اختي، اعترفت لكم ابتسام واعترفت على راسها والشهود، ياك الخزان صديقكم ياك ماركو كان معاكم. راه الناموسة انا تصدمت في الشهادات دختي، ما كنتش عارفه اش تكتب بالضبط، راه تفارشوا يعني اتفقوا على الكذبه وفي التفاصيل، ما كنتش عارفه. راه الناموسة خارجه دابا قالت انا تصدمت في شهادة اختي، كيفاش يعرف ما انت كيفاش تصدمتي في شهادة اختك؟ ما كنتش عارفه اش تكتب بالضبط، راه تفرشوا يعني اتفقوا على الكذبه وفي التفاصيل تفرشوا، راه الناموسة مصدومه كون شهادة اختها قاضيه بودربالة. و و و و مسكينه ابتسام اللي تيقولوا لكم بغينا نوقفوا مع الام، بغينا نوقفوا مع 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 عائله عاد البريكي الله يرحمها، وقفوا غير مع ابتسام اللي في الدنيا اللي خرجات بكل جرأة قالت لكم انا استغلني هاد فلان ها شنو ما عقلتوش عليها، واعترفت بشي حوايج قالت لكم هاد السيد رابو خياره، فين هي الحق هنا؟ ما قديتوش. ولكن لو كان السرباي اللي خرجت ابتسام ضده اكيد غنوقفوا مع ابتسام اخويا الله ودي، لو كان كمال فلوغيو اللي هو دم سنانكم هو اللي خرجت ضده ابتسام، ماشي تقول داكش المعطيات، تقول غير كرة ما خليتوش ليه، عرفتي علاش؟ حيت نتوما عبيدة ديال زريويل، حيت نتوما منافقين ديال زريويل. ياك انا ما عندي لا محسنين لا والو، وقفت الزروالي هنا وانا مازالني معاه، وبارك عليا غير هاد المنفى اللي تنفى من بلادو، بقى فيك الراس بحال شوف راسك ولاتي غادي تيعواج، سبحان الله اي واحد فيكم شي تيعواج ليه الفم شي تيعواج ربي تيخرج فيكم العالمه في الدنيا. حبيبه بقى استحياتي، صفوة مرحبا، احنا مع الحق كمال، شفتي كون سميرة جات والله غتهبط بشهادة الزور عارف، لأنه كانت غادي صوفيا كمال ابتسام ما عندهاش فلوس المحامي، قول المتابعين يساعدوها إن شاء الله فاش توصل. شوف راه سمعت أنه مراد ألوانكم هضر على هذه القضية، قلتي لي باش ما تمشيش لي الفكرة، سميرة كوجات كانت غادي تكون مواجهة بينها وبين ماجدة، وكانت الكلام ديال ماجدة غيكون منطقي بالنسبة للرئيس ديال الجلسة وبالنسبة للقضاة المحترمين اللي في الهيئة اللي شد هذا الملف، لأن كانت واحد الكذبة قال لك الناموسة قالت الرئيس كاينين ثلاثة البيوت في عين السمن، قال لي حنا تنعرفوا ديال عين السمن فيهم غير جوج بيوت، كيفاش درتوا نتوما شفتوا هذا الشيء؟ تلفتي يا الناموسة قال لك تصدمات في الشهادة ديال اختها، كيفاش ما عرفتي الشهادة ديال اختك؟ دابا أنا سمعوا مزيان الخوت، انا عندي مشكل مع شي واحد او لا اتهمت شي واحد وشي واحد عنده الشهاده غيجي غيمشي معايا غادي يقول لي ها شنو غادي يمشي غيدخل غادي يقول الشهاده ديالو، كيفاش ما غنعرفهاش؟ اذا اتفقتوا غير هي من وصلت اختك تما عند قضيه التحقيق، راه قلت لكم مشوف راه عند قضيه التحقيق راه ماشي هو اليوتيوب تدير فيديو قدام الكاميرا وتمونطي وتحيد وتبوزي وكذا تتولي داك الشيء، شوف تولي والله تتقول الحقيقه بالهلايك زيها لك في اخباركم الجاره، وقفات الخوت غير دخلت المحكمه مسكينه سخفات بالضغط وبالخلعه، ورئيس الجلسه كانت اسئله ديالو في العمق، الجاره سخفات مازال ما بداتش هادشي، فهمتي مازال ما بداش الخوت هادشي، الجاره سخفات مسكينه طاحت لانكم شنو كان دير الناموسة؟ الجاره ديالي تلاقات مع الجاره في السويقه كي دايره بخير كذا غنقيدك وقيله كاع ما قلتها ليهم. فاطمة الزهراء اللي قلتوا للناس انه فاطمة الزهراء غادي تشهاد غادي درتوا ليها غسل الدماغ ان شاء الله هذاك الوسخ غيتحياد وفاطمة الزهراء غتقول داك الشيء اللي كاين، وراه خافوا لان فاطمة الزهراء عارفه الحقيقه والسيده قصيره واستغليتوها،
كانت اليوم حاضرة الخوش وشهدت كذلك لصالح الأب ديالها. لوبنا كذلك قالت عمري شفت شي حاجة وأنا ما نقبلش، لو شفت شي حاجة ما نقبلش على راسي. كمال تقرأ داك الشيء صوفيا تحط رابط ديال اختنا ابتسام، حطيها صوفيا الرابط ديال ابتسام، صوفيا اختي العزيزه حطي الرابط ديال اللي شهدت به خميره الحقيره في محضر بانها تقرا لان رئيس الجلسه واجه به ماجده حيت ماجده مجبوده تما. شكري في العقلي فهمتي، ربي ما تيبغي يفضح شي واحد. شوف الخوت ربي ما تيفغ ماشي ما عارفاش، راه لم يدقق في التفاصيل. وديك الساعه ماجده هربت لهم ما بغات تشهد راسها وعاد نسات اش اختها كتبت في الشهاده، ماشي ما كانت عارفه راه الكذب. الكذاب نساه وسولو. والمشكله هي الحقيقه في الدقيقه بانوراما كانت عارفه شنو تكتب عند قضيه التحقيق. علاش؟ هي السيده والخبره اللي ما خصهاش تسرب ووصلتها وقالت داك الشيء بالحظافير ديالو. علاش منين عرفتي هذا الشيء ما قلتيش؟ حيت عرفتي ان الناس غادي يقولوا لك راه سميره كذابه والشهاده ماجده ديال سميره راه شهاده زور وراه جبدت ماجده وماجده عمرها ما مشات. تصوري اليوم هي الحقيقه في الدقيقه انه الناموسة قالت للرئيس انه ديك الساعه كنت مطالقين، كنا مطالقين فاش مشينا لعين السمن وفاش اختي شافت هذاك الشيء. وسميره كاتبه يعني قدام الرئيس الجلسه المحضر اللي كان عند قضاء التحقيق انه كانوا مزوجين وجاو كاملين. يلا يلا دابا والله فهمت سطا. فهمتي ماجدة عطي ديك القضية ديال جبتي ماجدة ودخلتو ماجدة باش تجي تشهد صحة وتقول داك الشيء اللي بغيتو. قال لك سيدي قال لك أن لبنى خلصت كما راه هذا الشيء اللي غيطرى في ميل في جمال وغير عقل. ورانا الحقيقة في الدقيقة أنا نقول لكم واحد القضية، ميل في جمال شانيل وسعاد بريقي جميع التصريحات ديال ستة شهود أنا عارفهم وشايفهم، وكاينين واحد المفاجآت ديال أنه كاينين شي ناس اللي كذلك دازوا وقالوا واعترفوا بشي حوايج. اعترفوا واحد القضيه بعد ديال التسريب هذه راه كاين الاعتراف، كل شيء مبرر من التسريب الا واحد اللي اعترف. اعترف شكون اللي عطاه وشكون كل شيء. يلاه انا زدتها لكم، انا زدتها لكم. علاش سميره ماشي حشومه عليك؟ دابا انا يجي شوف واخا يكون عندهم الصور ديالي عريان انا ويهددوني وما يخليو ما يقولوا لي والله ليش هاد شهادة الزور. أنا ساكت الحقيقة، والله ليش هاد شهادة الزور؟ كيفاش تقدري تشهدي شهادة الزور؟ لا ضغوطات، شنو هي الضغوطات؟ شنو غيديروا لك كاع؟ شنو غيديروا لك؟ بغيت نعرف شنو غيديروا لك. دابا واحد القضيه غنقولها لكم باش تعرفونا حنا ما كنصفيوش حسابات. القضيه ديال جمال غزوله انت شهدتي بالحقيقه، انا تنقولها لك، انا تنقولها للعالم كامل. غزوله منين وصلت تما انا عرفتك سخفتي على برا، شهدتي بداك الشيء اللي كاين وانا شفتها شنو قلتي. غزوله ما قلتيش شي حاجه ما كايناش، قلتي داك الشيء اللي كاين، قلتي ان عمري شفتي خيانه، عمري شفتي حاجه كانت بكذا من هنا ما كانش كذا. ياك غزوله شهدتي بالحقيقه، ياك غزوله. دابا غزوله بانوراما منين غيوصل الملف ديال جمال شنو غتقولي لهم؟ بدلت الاقوال ديالها؟ واش بغيتي داك الشيء اللي كتقولوا لهم نتوما يقولوا هو ولا الشيء اللي قال لها زريوي خصها تقولوا؟ السيده منين وصلت تما ما كيبقاش راه كتوقف قدام الناس كيقولوا لك شوف لا كان شي واحد راه غتقول شهاده الحق، الا قلتي شهاده الزور راه غتكون متابعه عليك، راه غتمشي للحبس. تتولي ديك الساعه تقول داك الشيء اللي كاين. الرقم الهاتف ديال الابتسامه الخوت هي كتحطو صوفيا. يلا شنو غدير يا بانوراما؟ غتهاجمي تاني غزوله؟ غتهاجمي؟ انا عارف شنو كاين تما. بوكريشه تكالبتو عليه، كرهتو السيد ما عرفتش علاش. سيدي كاين امور ننتقدو بوكريشه عليها، ولكن ماشي نصيفطو السيد الحبس ب 15 عام ولا 20 عام ولا 30 عام بالزور. وواحد النقطه غنقولها لكم، وصلني انه زهير على سلامتك، زهير من خرجوا من القاعه عنق يسرى
وبس لها راسها ومشاو. فمبروك لك يا يسرى. وزهير ترجل الترجل يا زهير. اليوم الخوت قلنا كل شيء، الحق يعلى ولا يعلى عليه. الأسبوع المقبل غادي تكون النطق بالحكم النهائي، غادي يكون النطق بالحكم النهائي. شفت يا كمال واحد الحاجة زوينة في يسرى وفاطمة الزهراء، واخا كانوا في عز الخلاف مع لبنان لكن شهدوا بالحق في لبنان تجارة البشر وما تجارتش بينا، والله البنات أحسن من خالتهم سميرة. غنقول لكم علاش، لأن أنا ما وصلني على بوكريشة. ونتمنى يسرى إلى وصلها هذا اللايف ولا سمعت هذا الهضرة تأكدها ولا تنفيها. ما وصلني على بوكريشة علاش تنقول لكم، راه بوكريشة ماشي بوعو، بوكريشة عنده أخطاء وعنده إيجابيات. ما وصلني على بوكريشة أنه كان بزاف ديال المرات كي أنسيستي على بناته أنهم دائما يشهدوا شهادة الحق تحت أي ظرف من الظروف. ونتمنى يسرى إلى خرجت بشي لايف ولا بشي فيديو تأكد هاد الشي اللي قلت بلا ما جبت سميتي. اليوم البانوراما خسرتي ملف آخر، ملف اخر، لان انت علاش كنهضر عليك بوحدك، لان انت هي راس الحربه، انت اللي كتدخلي، انت اللي قالت لينا السمساره انك تتشاور معك، الناموسه كتشاور معك، حتى المكالمه ديال زهير سجلاتها وصيفطتها لك، الخبره خرجتيها، واخا ما عندكش الحق تخرجي خبره ديال قاصر، هذا فعل اجرامي، فعل إجرامي يعاقب عليها القانون. انت هذا الشيء درتيه كامل، وهاد العياقة ديال كامله حيت انت كاينه في اوروبا وتتقولي ان التقادم 5 سنين وما غيبقاش شي كيوم ندخلش 5 سنين هانيه وكذا ومازال كتقول ياخذ حقي. اش من حق غادي ياخذ؟ جمانة تحياتي، خرجتي على راسك، خرجتي على راسك يا الناموسة. شي دابا انا غنقول لك غيسالي الملف نهار الثلاث غيكون نطق بالحكم، غاتصالح معاك يسرى، ولكن الناس النظرة ديال المجتمع إليك، النظرة ديال المجتمع لك، شنو غادي كيفاش غيدير وجهك ملي غتخرجي للزنقة؟ العائلة ديالك اللي ما هادشي اللي درتيه في بنتك شنو غادي تقولي؟ شنو غديري؟ كيفاش؟ فين هي الكرامة؟ تلعبوا بك قنوات ربحوا عليك الأدسنس، داروا مشاريع، خسرتي بناتك. من تنقول لك خسرتي بناتك، راه ماشي هي تجمعتي معاهم، راه واخا تجمعي معاهم واش حي يسرى ورا يوزرى تجي تجلس معاك في الدار وديروا عرس وديروا وتكوني حاضره، راه غتشوف فيك تفكر هذيك البارطاج غير كنتي كتبارطاجي الناس كيشرشموا ليها في العارات ديالها. الارشيف لا يرحم. اليوم ما كتقولي انك شكايه بنتيها، هذه راه صدمه. علاش الشهاده وانت درتي شكايه قبليه الكذابه؟ درتي شكايه ملي كان معاك زريويل تما، مظلومة من أمها فعلا، ظلمتي بنتك. أما بوكريشة هو تبرع، تبعتي زريويل خرج عليك. اليوم علامة استفهام بعدم حضور الدفاع ديالك، تكون المرافعة ولا ما تكونش، حنا تنعرفوا الدفاع خصو يحضر معك. أنا ما كاين لا نقد لا إبرام، خاصك تعرفي واحد النقد والإبرام انتهى الأمر. فهمتي كيفاش انك تتقولي للناس شفتو زين بالسمسارة، كتطلع في المداخلات كتقول شافت وكذا، واليوم كتقولي في المحكمه ساعه الحقيقه كتقولي في المحكمه ما شفت غير قالوا لي. مغربيه حره افتخر، مرحبا بك. قالت في الجلسه ما شفت والو غير سمعتو، قالت في اللايف مازال غتاخذ حقها. باش غتاخذ حقك؟ باش غتاخذ حقك بالباطل؟ انت الغيره والحقد خلاك توصلي لهذا الشيء، استعملتي بنتك وتجرتي بنتك حقيقة، هذه تجرتي بناتك بجوج، تجرتي كتقولي للناس بغيت بناتي، وفي الأخير فاش عطاك القانون بنتك اللي هي فاطمة الزهراء كذبت على بنتي وقالت شافت بوكريشة.
قالت لك دابا خرجت قالت تبكي وقالت علاش سميره كذبات على بنتي وقالت شفت يسرى قالت سميره كتكذب ايوا منين سميره كتكذب علاش كتقولي الناس هو 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 الخوت راسي غير حبس غادي نسالي اللايف هنا غنسالي اللايف هنا من بعد نديرو شي لايف اخر ويكون داكشي عندي اكزاكتلي غنعطيكم داكشي اكزاكتلي لان بزاف د الحوايج تقالوا في الجلسه انا ما كنتش حاضر ما حضرتش واش الا كنتي خايفه في الحبس وليتي دابا كتلوحي كلشي على سميره انا موسى الا كنتي خايفه من الحبس ما تلوحي لا على مجدة لا على سميره كيفاش سميره كذبات وبانوراما كتقولك الشهاده ديال سميره فاصله حصلتو كاملين انت كذابه صيفطي لي المقاطع صيفطي لي المقاطع انت كذابه يا ناموسه وهذوك القنوات المحزاقيين خرجوا عليك انا هما اقسم بالله العلي العظيم سمعي مزيان نقول لك شتي نهار وصلتني بلاك و بلاك سلام اخي كمال جو سوي بوز جو رجوان دو لو لايف ميرسي 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 الله يسهل عليك والله يوقف معك يا بلاك ظهرت الحقيقه في زين المحاري انا لا يهمني غير زين المحاري كيفاش انت يا بانوراما كتقولي الشهاده ديال سميره وسميره اش قالت شهاده وكذا واليوم كتقول لك ان داكشي اللي كنت قال عند قضيه التحقيق كذوب ناموسا دابا قالوا لي كتقولوا ما يكذبوش وي وي راجا انا لايف جو سوي لايف راجا مي سي با فري امبوسي امبوسي علاش كذبتي يا سميره علاش يقول لي الناس ما تقولش لسميره وراه كذبات الخوت الشهاده راه تصيفط الانسان للحبس دابا بغيتي تلصقي كلشي في سميره علاش قلت لكم انه الملف ديالكم خاوي بديتو كتقلبوا على السبه وعلى الشهود باش تكملوا الملف باش ما تفرشوش المشكله هو انكم ما عرفتوش غتكون النهايه راه دائما تتكون النهايه بلاك بونسوار مسيو بلاك الله يسهل عليك اختي شوف راه انا عارف كتكوني في الخدمه الله يكون معك الله يكون معك دي نوفيل بلاك هو انه ماجدة حضرات اليوم ونكرات قالت انا ما شفت والو انا ما كانت تعرض للتهديدات كانوا تهددوني صوروني بدون علمي جاوا حتى للدار جات سميره وسعاد يعني كهددوها كذلك الجاره حضرات مسكينه سخفات خافت وكذلك شهادات قالت انا ما شفت والو غتغداو راجا غتغداو انا داير ريجيم كذلك المحضر اولا الاقوال ديال سميره عند قضيه التحقيق تقرات اليوم على ماجده حيت مذكوره فيها ماجده حيت سميره قالت عند قضيه التحقيق انه جاو عندنا البودرباله وكانت معهم ماجده وماجده ما عمرها مشات البودرباله ورئيس الجلسه قال وجه هذا الشيء وجه الماجده بهذا الشيء سميره ما حضراتش اليوم للجلسه لان عارفه راسها غادي تحضر تما غتمشي للحبس باش نجيكم من الاخر شكرا شكرا لك بلاك الله يحفظك شكرا لك شكرا لك صافي انا غنتغدى عطاتني بلاك باش نتغدى شكرا على الدعم ديالك رجع خليني مع المتابعين انا ديالي انا اليوم ناشط وافتخر وغندير لكم ديسك باش غنسالي هذا اللايف انا نبقى ندير لكم الديسكات في الاخر قبل نكمل ساعه ندير لكم ديسك باش تحوا لي شويه على دردكوليه الله ينصر الحق اكيد الله ينصر الحق فرئيس الجلسة واجه ماجدة اليوم بأن سميرة قالت أنه جاء وشافت أبو كريشة فوق بنته وبحضور ماجدة عمرها مشات إذن سميرة كذبات وقالت كل مرة الثانية كذلك شافتهم في عين السمن أنه كان مع بنته ولا ما نعرف وكانت ماجدة ورئيس الجلسة فاجأ أن موسى قال لي عين السمن فيها غير جوج بيوت كيفاش درتوا ليها تصوروا تتحبوا ذاك الرئيس ذاك القاضي راه ماشي مغرب راه مغربي وكيعرف وانسان كيجلس حتى هو في القهوه انسان عنده
لا 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 فرحانة دابا شوف تي ميغيت ميرسي ميرسي بلاك ميرسي بوكو والله انت تستحقي كل خير وتستاهلي كل خير والله الناس ما عارفاش تي ميغيت يعني قالت لي انت تستاهل تستاهلي الجنة اختي بلاك شكرا لك الهلي غطيك شكرا لك بزاف والله شوف انا فرحان حيت الحق انتصر انا راه شوف الحق انتصر انا فرحان وناشط حق الحق انتصر يا ربي تعلي الحق في كل بقاع العالم شكرا لك على السوبر شات الله يخطيك القديده وفين القديده مشيتي للبلاصه الخطا خرجت ثاني قول البلاك يلا الله يا القديده عوجدك الفم غاب البطل ملي تديرها لا حول ولا قوه الا بالله ها شنو دابا غتبقاو تشدوا في المتابعين ولا يا ولا لا كلمه تعلو فوق كلمه القضاء شي وحدين تيكتبوا قال لك سيدي الله عز وجل واش نتوما مراد واش نتوما مراد ميرسي ماراطون جي ميرسي 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 بوكو انا الصفر والحمر غادي تشير الصفر والحمر غادي تشير عندي هنا صافي شوف من خلال انا جيم المعطيات الاسبوع المقبل اللي يكون مرافعات ما يكونوش راه شوف راه في المرافعات حصل ثاني الناموسة يسولك الاستاذ القيسي يقول لك علاش باقي على الدمه ديالو عرفتي علاش دابا عرفتي علاش دابا هذا الشيء كامل علاش انها لاحت كل شيء لسميره قالت لك سميره كذبات دابا ولات كتقول لهم سميره كذبات علاش كذبات على بنتي الله يمسخك الله يمسخك الله يمسخك درت المستحيل ودخلتي في مؤامرات الناموسة كنتي كتبعي الكوتش ديالك فين هي الكوتش الكوتش ديالك الغوزية الحباب يلا عطيونا شي غوزية ونسالي هاد اللايف يلا يلا اشنو دابا الله يعطيك الصحة ماراطون جي الله يسهل عليك دنيا واخره والله يجيب حقك تنتي لا رجل لا ما نتغداو كاملين لا 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 أو لو 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 في خاطر الجديد وما كاينش الصوت يا ويلي شكرا 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 تستاهلي الجنه تستاهلي الجنه بلاك الهلي خطيك شكرا ماراطون جي شكرا لكم كاملين الحاجه الوحيده اللي فرحان لكم نتوما انا نقول لكم علاش فرحان لكم انكم ما ديتوش الذنب ديال بوكريشه ما ديتوش الذنب ديال يسرى القاصر ما قلتوش شي حاجه ما شفتوهاش تتقولوا ما كيناش والحمد لله القضاء اكدها تتقولوا دائما تنقول لكم قولوا الله اعلم هذا دليل انه سميرة بانورا لا اظن لا اظن الله اعلم اليوم الله يحفظك شكرا قلت لك بلاك في خاطر القديده اعطيه اعطيه في خاطره في خاطره الله يحفظك يستاهل اخي كمال في قصول بحباح اهلا فيروز يا فيروز الحق يعلى ولا يعلى عليه والله تندي لك واحد الموسيقى ندي لك واحد الموسيقى خاطر عندكم النشاط انا بلاتي خاطر بلاك والمتابعين راه فين تدخلها وتعاودها والله ما كذبتي اش هذا الشيء بلاتي ندير لكم ندير لكم بلاتي أنا ضروري ندير لكم أحيدوس ندير لكم أحيدوس باش نسالي هاد اللايف ماشي مشكل واخا تضرب بالأحمر إيلي أعطي
ناشط ناشط انا حيت الحقيقه بانت وهذا الشيء اللي بغينا. وفرحان لكم كذلك ما ديتو ذنوب ما والو، دائما قولوا العلم لله. هذا الشيء كنقول لكم الخوت هذه ما عجبتنيش، حنا بغينا نديرو احيدوس بلاتي 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 بلاتي. ما عندي هاد اللي ما دارش لايك يدير لايك. يلا هاديك اشوف باش نسالي هاد اللايف. وفائل شكرا لك بزاف وفائل اللي خطيك، بارك الله فيك. الله ينتقم ناري، ما تخافوش الله حسبي الله ونعم الوكيل. انا اللهم الله اعلم في كل ما يروج في اليوتيوب. الله الله بوسري ويل من 2016 كذاب منافق يعدو الفقراء. اكيد وفاء شكرا لك لهلا اختك وعدو الوطن. سير يلا سير يلا، هادي هادي بخاطر هادي بخاطر اشوف الناس ديال السوبر شات الحلقه المقبله بلاك. وتسنى يشطحينا شويه بلاك، يلا 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 شويه ديال النشاط. هادي كاماراطون جي يلا ماراطون جي يلا. سميرة شكرا يا سميرة على خطيك. سميرة دو فرانس الغرامة، ما كاينه الغرامة. صافي يا ماري انا غادي نسالي ونشوف، ما عنديش تليفون الاخر. تفرجي فيها بانوراما، تفرجي فيها كنشطح ناشط عليك وضميري مرتاح. وهدا صاحبي زين اخوفو الناس اللي واقفين في الباب ديال العرس. واحد المشاغب يدخل عطيوني عطيوه الراس الله يحفظكم. ممنوع يدخل شي واحد عندي سكران، اللي بغى يدخل ينشط مرحبا به، ولكن حتى واحد ما يدخل عندي سكران. اللي سكران ما تخلوش يدخل. يلا 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 الخوت حتى واحد ما يدخل عندي سكران حتى واحد. معنا الناس محترمه هنا، اللي ضرب شي قرعه د المحيه يدخل عندينا ان شاء الله. العقوبه الجمال ان شاء الله. قلوش هاك هاك قلوش معاه ما تعرفش يشطح هاك يدير. نسيب الهوى ما يذعنب، أين سينا سينا موسى ما يذعنب. هريدو 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 هبط هريدو بوز. واحد تستاهل
انك ما عمرك كذبتي وجميع القلاليش المصداقيه واش بغيتي نبقى النشاط في الخدمه بقيت نشاط في الخدمه. شكرا لك وفائل، الله يحفظك ويسلم لي على الزوج والوليدات ديالك. يلا يلا عيد 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 واش نزيدكم شي وحده ولا بركه؟ دابا نتوما اختاروا نزيدو شي وحده. انا شوف لما عرقتش يلا سير. سأسكت قليلا من أجل ماراطونجي الله ينصرها. انا بغيت اغنيه ديال عادل ميلودي الغربة عافاك. والله ما عندي تليفون اخر، عندي غير شوف انا نقول لكم مازال غادي ندير لكم لايف كله نشاط من فاس نهار وطلبوا اللي بغيتوا على راسي. وشكرا لك كاميرا طونجي على السوبر شات والله ينصرك يا رب العالمين الله يسهل عليك. شحال زوينه انتصار زوجة المسؤول، تحية لزوجة المسؤول بنت مدينتي. افوس افوس على الخوت افوس. الله يحفظك سليمة من أوكسير بفرنسا. هذه بخاطرك يا يسرى، يلا يسرى بنت بوكريشة. الخوت تحياتي لكم، غنحبسوا هنا اللايف، نخليكم دائما نشطين. هي نشوة ديال الانتصار، انتصار الحق والله الوطن الملك كل شيء معروض. العرس ديال بنتي الله يحفظك يا عرضي عليا ناري اديري هنا في تيفلت ناري ما تعرضيش عليا انا راه نجيب لك العز. شكرا لك بلاك، شكرا سميره، شكرا ماراطونجي، شكرا لالو بوجمعه، شكرا اللي نسيتو يسمح لي الله يحفظكم. الحمد لله شحال تكون شوف عرفتي احسن شيء هي الفرحه. ميميت فكري خويا تحياتي ليك وشكرا ليك لهلا يخطيك على السوبر شات. وان شاء الله الا كنتي في المغرب مرحبا بك عند خوتك القلاليش بوسطاء وانا افتخر.
والحمد لله ان عرفنا بزاف الناس يسرى امستردام كريم حمدي. شوف عرفتي علاش فرحان؟ فرحان ليكم نتوما هما الاولين انكم ما ديتوش الذنوب ديال داك السيد وعاش القضاء. جمانه الله يحفظك عاش القضاء، وراه اللي قالها القضاء هي اللي كاينه الخوت. وفرحان ليكم ما ديتوش الذنوب ديال الناس، ما الحمد لله ما تبعتوش مولة الموزون اللي كتربح الفلوس وكتتهم الناس بدون وجه حق باش تصفي حساباتهم معها. والله ما عرفت أمل هلال. أخيرا ظهر الحق وزهق الباطل، الله أكبر كبيرة. ومن حقنا ننشطو، ومن حقنا أن نتأتدك الناس من حقهم ينشطو، لأن هذه حقيقة دوزتي عليهم. أم رمزي تحياتي، دوزتو عليهم سنتين من العذاب النفسي ما خليتو. العثماني تحياتي مرحبا بك، ما خليتو ما قلتو في هاد الناس. أخيرا القضاء ينصر كل واحد مظلوم. هذه هي لك، هذا الشيء هو اللي كاين الخوت. الحمد لله والشكر لله، مدينا ذنوب بوكريشة من النهار الاول قلنا لكم ما كاين زين المحارم. السيده باغا تنتقم، كان عندها هدف ان لبنى تمشي في حالها. شكرا 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 ماراطون جيل، الله يخطيك. تزرق زوين، جيم اوفر، جيم اوفر، يس يس جيم اوفر. اللعبه انتهت كما خلتها لكم ماراطون جي، انتهت. تقوا الله في انفسكم. ومازال جاي الموضوع ديال جمال، والله انا نشط اليوم، نشطي مع راسك اختي خديجه العماري، الله يحفظك تحياتي ليك. نشطو كاملين، مازال جاي العرس الكبير هو ديال البراءة ديال جمال ان شاء الله. والحقيقه غتبان، والحقائق راه غتبان دابا مؤخرا، غدوز الجلسات غتبدا تبان بزاف بزاف ديال الحقائق. والحمد لله انتصار الحق، والله اكبر كبيره انه الحق يعلى ولا يعلى عليه. بان شكون اللي جاب شهود الزور، بان خير دليل الشهاده ديال سميره. تفرجوا في اللايف الخوت باش تعرفوا شنو قالت سميره. عاودي لايف لانني عييت وعرقت. شوف شوف والله الا عرقت باش تعرفوا شنو قالت سميره، وباش تعرفوا ان الشهاده ديالها كانت تحت ضغوطات وكانت باتفاقات، وانت داخله فيها بانوراما. الحاجه الوحيده اللي ما قلتيش باش تعرفي راسك محزاق هي وكذابه، ما قلتيش للناس شنو قالت سميره. وما تجيش اليوم الناموسه تقولي تفاجات، هذوك القوالب خليهم عندك سمعتي، لانه الا كنتي تفاجاتي وما عارفه شنو قالت سميره عند قضيه التحقيق فكيفاش سرية البحث اللي هي الخبرة طبية على بنتك وصلت لإسبانيا، وصلت عند بانوراما ودازت في القناة ديالها؟ فكيفاش الفيديو اللي صورته ماجدة بدون علمها وتحت التهديد؟ وهذا الشيء باين، غير الفيديو غير بالصورة باين تحت التهديد. أتحداك بانوراما حطي الفيديو صوت وصورة يسمعوه الناس، إلى عندك فعلا ضرة ديال الشرف. هذا ما كان الخوت، غادي نخليكم. شكرا لكم، السلام عليكم، احبكم في الله. لنا عوده وتكون شي غادي نجمعوا ان شاء الله كاملين الدراري وندير لكم شي لايف يكون ناشط في اي قناه في واحد فينا. فتحياتي لكم وبسلام عليكم، افتخر بكم، وان شاء الله دائما نكونوا دائما عند حسن الظن ديالكم. ما بغينا لا فلوس، ما بغينا لا الكذوب باش نديروا المشاهدات. بغي اللهم قليل مداوم ولا كثير مقطوع، وراح بالكذوب اكيد عنده نهايه. واخا تقولي اللي قلتو دابا ولاد شحيبر انتهت اللعبه، ها هي دابا الام قريبا هي ضربت في اختها، قريبا غادي تخرج تشرشمكم. فاش غادي تخرج من الاخر كاع ديك الساعات خرج ثاني دير لكم كيما وقع مع سميره. الله يحفظك خديجه العماري، شكرا لله يخطيك. بلاتي نعطيك المفتاح خديجه عماري، راه كنعرفك خديجه عماري، الله يسهل عليك كنعرفك. تحياتي ليك وتحيه للجميع، وبسلامه عليكم الخوت. سلامه.